والله الصمام تبعه قد هيك هذا يعني. قام طيران الحرب الروسي امبارح بالليل الساعه 2 الفجر بضرب بلده تحف ثلاث غارات جويه صواريخ شديد الانفجار، كل غاره فيها صاروخين او ثلاثه، ادت الى هدام كثير هون بالحاره اللي احنا ساكنين فيها، وادت لارتقاء شهيدي واصابات كثيره حواليها كمان، اما كمان في بتر ايدها وإصابات كثيرة، والحارة انهدت كلها، نازحي عالم ساكن تنازحين وعالم مدني، وما في لوجود أي عسكري عندنا بالضيعة بالطول. وإيش بدنا نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل ما أنك شايف يعني عالم ساكن عليك طلع، إيش بدي يحكي الواحد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله الصمام تبعه قد هيك هذا يعني تبع الصواريخ.